الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. وعلقة أو أوراق راح تكتبونها في حياتكم بعد ورقة الزواج. فحديثنا اليوم سيكون عن إدارة الحياة وتنظيم الوقت. إدارة الحياة وتنظيم الوقت من أهم المواضيع، والسبب أن الإنسان الذي لا يملك خطة لحياته ما يعرف إلى أين سيذهب، إلى أين سيتجه، ستكون عنده مشكلة كبيرة في أن ينتج وينجز ويحقق أحلامه. هناك نوعين من الناس، قبل أن أبدأ الحديث، هناك نوعين من الناس. نوع يعيش على هامش الحياة، إنسان عادي كما أسميه في قصة السيد عادي، إنسان عادي يعيش عادي ويموت عادي. وفيه السيد والسيدة متميز ومتميزة. فرق رئيسي بين الاثنين. الإنسان العادي يعيش، يدخل مدرسة، يدخل كلية، يتخرج، يتوظف، يتزوج، يجيب أولاد، يكبر، قاعد، يموت ولا أحد يذكره. تريدون تعرفوهم؟ بالمئات، بالآلاف. كل اللي تحتاجوا تعملوه أن تفتحوا صفحة الوفيات في أي جريدة، أي جريدة يومية يحطوا فيها صفحة الوفيات، واقرأوا الذين توفوا، من منهم عرفتوه، من منهم ترك أثر في الحياة. سيد عادي. أمس كان في واحد من الشباب يسألني عن يعني حجم التفاهة اللي موجودة بين الشباب العربي، الذين يملؤون الملاعب، ملاعب كاملة من أجل رقص وأغاني. فقلت لا، أسمع، هذه الظاهرة لا تقلقني، لا تقلقني على الإطلاق، قد تقلق الوعاظ، لكن الذي يتأمل في كيف تصنع الحضارات وكيف تغير الأمم ما تقلق هذه الظاهرة. والسبب أن هؤلاء لا في وقت السلم لهم وزن، ولا في وقت الحرب لهم وزن، لا في وقت بناء الحضارات لهم وزن، ولا في وقت صراع الحضارات لهم وزن، ليس لهم وزن. كل الذي نحتاجه، كل اللي نحتاجه، فهموني جيدا يا شباب، يا قادة المستقبل، كل اللي نحتاجه هو 2% فقط من أمتنا، بس 2%. لو غيرنا 2% فقط من الأمة، الباقي أتباع. لكن المهم جدا إن هؤلاء أصحاب الخير وقادة الأمة، والاثنين بالمئة الذين نعتبرهم متميزين، هؤلاء يعرفوا كيف يصنع التاريخ، يصنع الحضارة. هذا الذي سأدرسكم إياه الآن، والذي سأفعله هو لن أضع خطة للأمة. أنا عملت هذا في محاضراتي بعنوان صناعة الحضارة، من آخر ألبوماتي التي نزلت مؤخرا، ألبوم بعنوان صناعة الحضارة، وفي خطة كيف الأمة تنهض من جديد كأمة، وكيف نصنع الحضارة من جديد كأمة. لكن حديثي اليوم هو ليس عن الأمة، حديثي اليوم عن الفرد، عنك أنت وعنك أنت، كيف أنتم تكونوا فعالين، وكيف تساهموا في صناعة هذه الحضارة ويكون لكم دور متميز فيها. هذا حديثي معكم. فالحديث هو عن إدارة الحياة وتنظيم الوقت للفرد القائد الذي يريد أن يشارك في صناعة الحضارة والمجد والأمة. طيب، عندكم الورقة الأولى، وزعناها عليكم. بالنسبة لمشاهدينا الكرام، ستكون هذه النماذج موجودة عندكم على موقع أكاديمية إعداد القادة Leaders TA، Leaders LEADERSTA trainingacademy.com، فممكن تتابعوها هناك. نبدأ بالحديث عن أول خطوة، معذرة، سأبدأ بالحديث عن أول خطوة. أنا شرحت هذا بأساليب مختلفة، اليوم اللي راح أشرحها لكم سأشرح لكم بأسلوب عملي جدا، وخطوات مرتبة بشكل واضح جدا. إحنا اللي راح نبدأ فيه هو أن نختار مجال لحياتنا. لما أقول مجال، ما أقصد تخصص جامعي، أقصد مجال للحياة. يعني أنا درست هندسة، لكن مجالي في الحياة ليس الهندسة،
طلقت الهندسة خلاص. تضحكون. 80% 80% من خريجي الجامعات الأمريكية، سامحونا ما عندنا إحصاء في العالم العربي لكنه بالتأكيد ليس بعيد عن هذا، 80% يعملون في غير تخصصهم. 80%. كم واحد وهو صغير لما سألناه وهو صغير يا ابني لما تكبر ايش حتصير؟ قال ام اي اس. ما نادر. او كمبيوتر جرافيكس. وكثير من الذين تخرجوا من الجامعات يعملون في غير تخصصهم. انا هنا مرة اخرى انا لا اتحدث عن التخصص، انا اتحدث عن مجال الحياة. سأرجع للتخصص بعد قليل إن شاء الله، لكن سنبدأ بمجال الحياة. أقصد بمجال الحياة ما هو المجال الذي تريد أن تعطيه حياتك وتكرس إنجازك وإنتاجك في هذا المجال لتخدم فيه أمتك. ما هو هذا المجال؟ انسوا التخصص الآن. أنا أعرف كثير منكم دخل في تخصص، بعضكم تخرج، بعضكم الآن في الثانوية. أحسن فرصة لتطبيق هذا التمرين هو عند الانتهاء من المرحلة الثانوية قبل اختيار التخصص، هذا أحسن مرحلة. سنكون تجاوزنا كثير من الأخطاء. أنا أتمنى أن تعلموا الشباب من ورائكم، بالذات شباب الثانوية، حتى لما يختاروا التخصص يتوافق مع المجال. يعني ياريت الناس يكونوا من 20% اللي تخصصهم هو نفسه مجال. قبل أن أبدأ في اختيار المجال سألت سؤالا، اكتبوه لو سمحتوا على ورقة خارجية غير النموذج هذا. سؤال مرة سألوني مجموعة من الشباب، قالوا نريد يا دكتور محاضرة بعنوان الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب. فكان بالنسبة لي تحدي كبير، إيش يعني الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب؟ كيف نستثمر طاقة الشباب بشكل أمثل؟ فقلت لهم خلوني أفكر. فوجدت أن بعد التأمل، وأنا أحب أتكلم في قضايا جديدة ما حتكلم فيها وليس لها مراجع تجعلني ما أنام الليل، ففعلا يعني ما نمت الليل أفكر إيش هو الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب. فخلصت بعد التفكير إن شاء الله هداية من الله عز وجل أن هناك معادلة واحدة، اكتبوها معي، لو طبقنا هذه المعادلة نكون عملنا أكبر استثمار لطاقة الشباب. ما هي هذه المعادلة والتي ستدخلنا على الحديث عن مجالنا في الحياة؟ المعادلة كالتالي: عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفسه وظيفتك العملية هو نفسه تطوعك، أعيد، عندما يكون التخصص الدراسي هو نفسه الوظيفة هو نفسه التطوع، عندها يكون الإنسان بأعلى درجات استثمار طاقته. أعطي مثالا، في بنت درست إعلام وبعدين ما حصلت شغل في الإعلام فعملت في وظيفة إدارية وهي متطوعة في مركز لتحفيظ القرآن. عرفتوا؟ قارنوا هذه ببنت أخرى درست إعلام وتعمل في مجال الإعلام وتطوعت في جمعية تخدمهم في مجال الإعلام. عرفتوا الفرق؟ فتتراكم الخبرات والمعلومات والمهارات التي كسبتها في التخصص ومتابعة هذا التخصص مع الوظيفة وما تكتسب من الوظيفة مع التطوع، فيكون أعلى درجات استثمار الطاقة. ولذلك أرجوكم لما ترجعوا من الأكاديمية تكونوا قررتوا هذا القرار، أن المجال الذي ستقررونه هو نفس وظيفتكم هو نفس تطوعكم. وأنصح نصيحة كذا في عندكم في الكتيب مكتوب كذا حكم أعجبتني، أعطيكم شوية حكم سويدانية كذا سريعة يعني. إياكم أن تعملوا في مجال
أو تتطوعوا في مجال من أجل المجاملة. لا تجاملوا، يعني أخواتنا ضغطوا علي، تعالي محتاجين واحدة تحفظ قرآن وكذا، ما لقينا غيرك، ورحتي واشتغلتي معهم، وأنت ليس هذا مجالك. أنت ممكن فعلا شاطرة في القرآن بس ليس هذا مجالك. أو ضغطوا عليك، تعالوا يا أخي والله إحنا محتاجين واحد يدير لنا المخزن في الجمعية، فقبلت من باب إنه والله أخواننا ولازم نشيلهم ونساعدهم. لا تلعبوا هذا اللعب، لا تلعبوا هاللعب، ما تقبل مجاملة. مجالك هو وظيفتك هو تطوعك، إياك أن يضغطوا عليك وبالمجاملات تقوم تشتغل شغلة ليست هي لك. وبالمناسبة أضيفوا عليها كلمتين، إياك أن تتزوج شفقة، وإياك أن توظف شفقة. والله مسكين محتاج وظيفة، نعطيه فلوس، أعطيه زكاة بس ما توظفه، أعطيه صدقة شهرية بس ما توظفه. ولا تتزوج شفقة، كل هذا لعب. فإذا عندما أقرر في حياتي، خلونا نتعلم مبدأ رئيسي، لازم نتعلم نقول لا. اللي ما يعرف يقول لا ما يكون قائد، لازم تتعلموا تقولوا لا. أنا من الذين درسوني ستيفن كوفي، فستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبع، فقال مرة كلمة ورسخت ومهم إني أنقلها إليكم. فيقول to say no you must have a bigger yes. عشان الواحد يقول لا ما يقول لا وبس، يقول لا لأن في نعم أكبر منها داخل نفسه. هذه النعم اللي أكبر منها هي حديثنا اليوم. أنا عندي مجال وعندي هدف أريد أنطلق إليه. يأتي إخواني، يأتي جمعية خيرية، يأتي كذا، يأتي شفقة تشغلني تجرني، لازم أقول لا عشان أستطيع أن أركز على النعم. ما هي هذه النعم؟ هي حديثنا اليوم. ركز على مجالك وأهدافك. خلاصة حديثنا سميناه رتب حياتك. أنا أستطيع أن أدرسكم كيف ترتبوا حياتكم وتنظموا وقتكم، لكن في شيء واحد لا أستطيع أن أعطيكم إياه، اكتبوه لو سمحتوا، فضوه، لأن هذا ما في أحد يستطيع أعطيكم إياه، لا أنا ولا أحد غيري، ولا أبوكم ولا أمكم ولا مربينكم ولا دعاتكم ولا قادتكم، ما في أحد إلا أنت. الإرادة، إذا ما عندك إرادة تستطيع فيها تقول نعم ولا، في هذه الحالة كل كلامنا ليس له قيمة. فلا بد أن يكون عندكم إرادة تنطلقوا منها. مع هذه المقدمات الآن ننطلق في حديثنا، فنبدأ بالصفحة الأولى. الصفحة الأولى نريد أن نختار مجال لحياتنا. خلينا نفكر الآن مؤقتا أن خلينا نفترض أن أنتم الآن تخرجتم من الثانوية وتريدوا أن تدخلوا جامعة، فتريدوا أن تختاروا تخصص، أو أنتم في الجامعة وفي مجال اكتشفتوا أنه ما تحبونه أو غلط وتريدوا أن تغيروه، فإلى أي تخصص سننتقل؟ دعونا نفكر على هذا المستوى الآن ثم سنغير هذا فيما بعد. ثلاث معايير رئيسية، ثلاثة على أساسها سنختار مجالنا، يجمعها كلمة رفق، راء فاء قاف. الراء الرغبة، يا شباب يا بناتي لا تتخصصوا، لا تعطوا حياتكم في مجال لا تحبوه، اكتبوا كذا حكمة سويدانية. الذي يعمل فيما يحسن ينتج، الذي يعمل فيما يحسن ينتج، لكنه لن يبدع إلا إذا عمل فيما يعشق. يا شباب أنتم في مقتبل العمر، يا بناتي أنتم في مقتبل العمر، لا تشتغلوا شغلة ما تحبوها، لازم تستمتعوا فيها، لازم تعشقوها، تعشقوها عشق، عندها سيكون للحياة متعة، وعندها سيكون لكم إضافة، إبداع،
شيء جديد. إذا اشتغلت في شغلة من أجل الرزق، من أجل الوظيفة، تعيش عبيد، تعيش غير مستمتعين، ولن تضيف شيء للحياة. إذن المبدأ الأول قلنا الرغبة. طيب إذا في شاب أو فتاة في الثانوي مثلا أو بداية الجامعة ما يعرف ما هي رغباته، هنا نعمل شيء نسميه استكشاف. اكتبوه إذا حبيتوا. نعرف الرغبات من خلال الاستكشاف. الاستكشاف كيف يتم؟ كيف يتم الاستكشاف؟ اقرأ كتاب في كل موضوع من المواضيع، شوف المواضيع اللي تستمتع بها ايش هي من خلال القراءة. إذن الاستكشاف الطريقة الأولى بالقراءة. الطريقة الثانية في الاستكشاف هي أن تحضر دورة في موضوع معين. مرة ابني محمد يسألني يقول لي يعني لما خلص ثانوي يحتار، كل واحد يجي له يقول له، واحد يقول له طب، واحد يقول له هندسة، واحد يقول له علاقات عامة، واحد يقول له علاقات دولية، واحد. فجاني قال ليش رأيك؟ قلت له إدارة. قال لي ليش؟ قلت له لأني أنا أحبها. قال لي بس مو شرط أنا أحبها. قلت له فهمت؟ فهمت؟ كل واحد ينصحك بما يحب هو أو تحب هي، ما حد يفكر فيك أنت، كل واحد قاعد يفكر بنفسه. فاللي يحب إدارة راح يقول لك إدارة، واللي يحب إعلام راح يقول لك إعلام، وأبونا وأمنا كل اللي يفكروا فيه وظيفة جيدة، فطب وهندسة، صح؟ لا تدرسوا بناء على رغبة أبويكم، لا تقولوا ما حد قال لنا، لا تطيعوا أبويكم في هذه المسألة، ليس هذا من بر الوالدين. بر الوالدين هذه من حكم سويدان، من بر الوالدين هو فيما يتعلق بهما وليس فيما يتعلق بي أنا. إذن الأمر الأول هو الرغبة. الأمر الثاني هو الفرصة. طيب ما هي الفرصة؟ الفرصة أن يحصل وظيفة. تريد فرصة وظيفة؟ ابعد عن الزحمة، يعني لا تروح تخصص كل الناس متجهين إليه، أو الآن عندنا أعداد ما شاء الله بعشرات الألوف خريجين شريعة، والنتيجة طبعا أن يستنى سنتين ثلاث سنين عشان يحصل وظيفة. ليش؟ دخل في الزحمة. الذي يريد أن يدخل في الزحمة ما في مشكلة، يعني واحد يقول طيب أنا هذا المجال الذي أحبه، هذا الذي أعشقه، ما عندي مشكلة أدخل في الزحمة. تريد أدخل في الزحمة لازم تكون متميز على الزحمة. عندي واحد من شباب الرواد، شاب عمره 22 سنة، شباب الرواد اللي هو المركز التدريبي القيادي الذي أديره. هذا الشاب قرر أنه سيكون عالم شريعة، طبعا زحمة، بس هذا الشاب أنا شجعته يدخل شريعة. ليش؟ لأن الآخرين راح يتورطوا في منافسته. هذا الشاب من همته في طلب العلم يقرأ كل شهر 40 كتاب. من اللي يتورط الآن؟ الآخرين اللي دخلوا في الزحمة وعندهم واحد زي هذا. هذا ما عنده مشكلة، هو يصنع الفرصة. فاللي يريد أن يدخل في مجال فيه ازدحام لازم يكون متميز في هذا المجال. واضح؟ الفرص تصنع أم تأتي؟ فكروا، الفرص تصنع ولا تأتي؟ طبعا كذا وكذا. كم النسبة؟ كم نسبة التي تأتي وكم نسبة التي تصنع؟ التي تأتي بالتقديرات، اللي عملوا شوية دراسات في هذه المسألة، فرص تأتي بدون حساب للإنسان 2 بالألف. واضح؟ مبدئين، الفرصة التي تأتي إذا كان الإنسان غير مستعد لها راح تمر. فإذا أنا لازم أجهز نفسي عشان لما تأتي الفرصة ولو 2 بالألف أنا أكون جاهز. أنا سأعطيكم معادلة كيف تكونوا جاهزين للفرص التي قد تأتي. أنا مرت علي بعض الفرص أنا لم أصنعها، لم يكن لي أي دور فيها. إدارتي لقناة الرسالة أنا ما صنعتها، جاتني لكني كنت جاهز لها. لازم تكونوا جاهزين للفرصة لما تمر عليكم فتقتنصوها.
أو الحل الأسهل أن نصنع الفرصة، نصنع الفرصة. إذن عن حديثي ما زال عن الفرصة. الفرصة إذا كنت تفكر في وظيفة ابعد عن الزحمة أو كن متميزا. إذا ما كنت تفكر في وظيفة ما يهم، ادخل أي تخصص واصنع فرصتك، أصنع لك مشروع. صح؟ التربية، أوه آلاف الناس دخلوا تربية، طيب هل أستطيع أن أدخل تربية وتكون عندي فرصة؟ أستطيع أن أصنع الفرصة، أنا أسوي مدرسة متميزة من نوع خاص وأديرها وأطبق فيها المناهج التي أريدها، هذا فرصة أنا أصنعها، ولا أنتظر واحد يمنحني وظيفة ويتحكم في كعبد. عرفتم؟ فكروا في صناعة الفرص، أنتم بالذات لا تشتغلوا موظفين، فكروا في صناعة المشروع، في صناعة الفرصة. فإذا تحدثت عن الرغبة وتحدثت عن الفرصة. المبدأ الثالث هو القدرة، القدرة. الإنسان الواعي هو الذي يعرف عيوبه كما ذكرت لكم، وبالتالي ما هي الأمور التي أقدر عليها وما هي الأمور التي لا أقدر عليها. مرة واحد من الشباب جاني قلت له يا ابني انت ايش ناوي تدرس؟ فقال لي والله دكتور انا اعشق علم القراءات، قراءات القرآن. قلت له لا تدرسه؟ قال لي ليش دكتور؟ قلت له انا ما عندي شك انك تقدر تتقنه، بس عندك مشكلة، صوتك ما هو جميل، صوتك في قراءة القرآن مثل صوتي، ما هو جميل في قراءة القرآن، تصلح يمكن محاضرات بس ما تصلح قراءة قرآن، أتدخل في مجال؟ لان انت تعلمت هذه المسألة وأتقنتها، الناس تطلب منك في المستقبل أنك تقرأ وصوتك ما هو جميل، فراحت عليك. إذن قدرات، كل تخصص من التخصصات أو كل مجال من المجالات له قدرات معينة. يعني خلينا نأخذ مثال، الذي يريد أن يدخل في الهندسة لازم بالرياضيات يكون قوي من أساسه، ولا سيعاني في المنافسة، قد ينجح لكنه لن يتميز إلا إذا كانت الرياضيات هذه فطرية هكذا معه وسلسة معه. الذي يريد أن يدخل في الإعلام لازم يكون عنده وجه مقبول، لازم يكون عنده لغة عربية جيدة. الذي يريد أن يدخل في الطب لازم يكون عنده ذاكرة عالية، لازم يحفظ ما ينسى، ما يكون مثل ذاك اللي راح عند الطبيب قال يا دكتور عندي مشكلة إني أنسى 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 بشكل ما هو معقول. قال متى بدت معك المشكلة؟ قال أي مشكلة. فإذا كان ذاكرتك من هذا النوع لازم تروح طبيب طبعا. بس في تخصصات تحتاج علم معين، في تخصصات تحتاج إلى لغة، في تحتاج إلى ذاكرة. فما هي القدرات التي يحتاجها ذلك التخصص؟ واسأل نفسك عندي هذه القدرات ولا ما هي عندي. يا شباب يا بناتي ادخلوا في المجالات اللي قدراتكم فيها عالية، ستستطيعوا أن تكتسحوا المنافسة بسهولة. الآن سننتقل إلى الجدول، الجدول موجود عندكم، موجود بالنسبة لمشاهدينا على موقعنا leadersta.com. الجدول خلونا نعبيه الآن مع بعض، حتى اللي تخرج من الجامعة يعبي معي، أنا عبيته بعد الدكتوراه، فما في واحد يقول والله راحت علي، لا ما في أحد راحت عليه. طيب الجدول هو كالتالي، عندكم قائمة اسمها المجال، عمود اسمه المجال، ثم عندنا عمود الرغبة الفرصة القدرة المجموع والندم. طيب قبل ما أدخل في هذا خلونا ناخذ، راح نأخذهم نعبيهم عمود عمود، ما لن نمشي أفقي، راح نمشي عمودي. خلونا نبدأ مع بعض الآن، كل واحد فيكم، كل واحدة فيكم بسرعة اكتبوا كل المجالات اللي تفكروا فيها ممكن تتخصصوا فيها، ممكن تعطوها حياتكم، سواء حاليا أنتم فيها أو فكرتوا فيها سابقا أو قد تفكروا فيها مستقبلا. اكتبوا، لا تزيدوا عن 10 مجالات، إذا زدتوا عن 10 اشطبوا الأقل أهمية واكتبوا الأهم. أقل شيء تكتبوه هو 3 كل شخص لو سمحتوا، الجميع احنا قاعد نطبق عملي الآن، كل واحد فينا يكتب على الأقل 3 ولا يزيد عن 10. وأنتم تكتبوا، أنا راح أدردش، راح أتحدث بصوت عالي عشان أفتح لكم آفاق. لما نقول مجال، هنا كتبت لكم هندسة،
طبعا ممكن واحد يكتب نوع معين من الهندسة، انت اكتبوا، انا قاعد اسولف وانتوا اكتبوا عشان افتح لكم افاق. فممكن يكتب هندسة ومن نوع معين، هندسة كهربائية، هندسة الكترونية، ممكن تكتبوا سواء الفرع العام او فرع تفصيلي. طبعا ممكن تكتبوا طب، والطب ايضا ممكن يكون عام، ممكن تكتبوا طب تفصيلي، طب نفسي، طب بيطري الى اخره. الإدارة ممكن نكتبها بشكل عام، ممكن نكتب شيء فرعي في الإدارة، التدريب، الموارد البشرية، والتسويق، فكل المجالات الإدارية مفتوحة أمامنا، التخطيط، نظم معلومات إلى آخره. ممكن نكتب كمبيوتر كأحد المجالات، أو نكتب فرع من فروع. ممكن نكتب شريعة، وممكن نكتب فرع من فروع الشريعة، كلها مقبولة في المجال. فممكن نكتب فقه أو وصول فقه أو علم حديث أو تفسير، فكلها أيضا مقبولة. طبعا مجالات أخرى، قانون، علم بحار، فلك، أرصاد جوية، هذه كلها مجالات. أحسن طريقة وأسهل طريقة للتفكير في المجالات هو أن الواحد يفكر في الكليات والأقسام اللي في الجامعات، فتستعرضها في ذهنك وتفكر ما هي المجالات اللي ممكن أفكر فيها. طيب أنا سأفترض الآن أن كل شخص فيكم كتب على الأقل ثلاثة، اللي ما كمل القائمة ما هو مشكلة، ممكن يكملها على راحته. طيب الآن نأخذ العمود الثاني مع بعض، ماشيين مع بعض، كتبنا على الأقل ثلاثة، على الأكثر 10 مجالات. الآن المجالات التي كتبناها راح نحدد فيها الرغبة. تعبوا معي لو سمحتوا كالتالي، سنعطي درجة من 10، سنعطي درجة في الرغبة من 10. ابدأوا واستعرضوا في أذهانكم كل المجالات اللي كتبتوها، اللي أنتوا كتبتوها، ليس التي أمامكم هنا. فأنا سأعطي مثال على اللي أنا كتبته هنا، وأنتوا طبقوا على اللي أنتوا كتبتوه. فأنا كتبت هندسة وإدارة وشريعة، فأبدأ أقول طيب لو نسيت كل شيء آخر، نسيت الوظيفة والراتب، فكرت فقط في رغبتي، ما هو أعلى شيء سأعطيه من هذه المجالات؟ فأعطيه 10 من 10 أو أعطيه 9. فأعطوا، ابدأوا بأعلى واحد وأعطوه درجة. الثاني قد أعطيه نفس الدرجة، قد يتكرر الدرجة، قد أعطيه 9 مرتين، فما في مانع. هنا أنا أعطيتها 8. طيب بعدين الهندسة، لا والله فارق كبير، رغبتي فيها أقل بكثير، فأعطيتها 5. إذن عبوا العمود الأول لو سمحتوا، عمود الرغبة من ودرجات من 10. ابدأوا بالأعلى ثم التالي ثم التالي ثم التالي، وبسرعة لو سمحتوا عبئوا هذا العمود بسرعة لو سمحتوا. عملية أرقام سريعة، طبعا احنا الآن في هذه الدورة قاعدين نعملها بسرعة، أنا أتمنى بعدين تجلسوا عليها جلسة هادئة كذا في مكان هادئ، بدون تلفون وبدون تلفزيون وبدون أصحاب، واحد الوحدة جالس يتفكر ويتأمل في أعماق قلبه ورغباته ويكتبها بكل تجرد هكذا. ما هي الرغبة؟ بغض النظر فيها مجال شغل ولا ما فيها، احنا الان قاعدين نكتب بس الرغبة. طيب الان ننتقل للعمود الثاني اللي هو عمود الفرصة، وسنعطيها ايضا درجة من 10. هنا نفكر لما اتخرج من هذا المجال هل هناك فرصة للذين يفكرون في وظيفة ان احصل على وظيفة فيه، والذين لا يفكروا في وظيفة هل ممكن عندي فرصة أن أعمل إنجاز كبير في هذا المجال، إبداع، شيء جديد، هل عندي هذه الفرصة؟ انسوا القدرة، انسوا الرغبة، فكروا فقط في الفرصة. فنفس الطريقة، يعني الذي يتخرج هندسة فرصته أن يحصل وظيفة بالتأكيد حاليا أعلى من اللي يتخرج شريعة، وبالتأكيد أيضا أعلى من اللي يتخرج إدارة. هناك على فكرة أنا قاعد أسولف وأنتوا اكتبوا الدرجات، هناك بعض التخصصات الوظائف فيها شبه مضمونة، اللي يتخرج طب أو كلية عسكرية وظائف مضمونة، ما يحتاج يفكر في وظيفة، فالفرصة نعطيها 10 من 10. فإذا كانت الوظيفة مضمونة أو الفرصة مضمونة سنعطيها 10 من 10. واحد والله أبوه تاجر وأرسله يدرس بزنس أو إدارة، ولما يتخرج حيسلم الوظيفة كيف؟ أيضا 10 من 10. فإذا حسب ظروفكم تختلف من شخص إلى شخص آخر، فاكتبوا الفرصة لو سمحتم. الآن نضيف عمود ثالث وهو القدرة، أنا شرحت لكم القدرة،
فالمجال الذي قدرتي فيه عالية جدا سأعطيه 10 أو 9 من 10. طبعا ممكن تتكرر الدرجات مثل ما أنتم شايفين، 9 من 10 9 من 10 9 من 10 مرتين، فما في مانع تتكرر الدرجات. أيضا المجالات اللي كتبتوها حطوا قدراتكم، إذا كلها أنتم قادرين عليها بنفس الدرجة أعطوها كلها نفس الدرجة، ما عندي إشكال، لكن قيموا قدراتكم على كل مجال من هذه المجالات. الآن بعد ما انتهينا من تعبئة عمود القدرة، أرجوكم نجمع الدرجات أفقي، نجمع أفقي، فخمسة مع التسعة مع السبعة نعطيها 22 مثلا، فسنعطي أفقي، فاجمعوا الدرجات أفقي. نعم، ما قلت لك أنت حسب همتك وحسب قدراتك، هل الفرصة تفكر فيها كوظيفة أم تفكر في الفرصة أني أنا سأعمل مشروع؟ كلاهما بالنسبة لي فرصة. إذا عندك قدرة حقيقية وليست خيالية أنك تصنع مشروع وتدير بنفسك، هذا أعلى من الوظيفة. طيب، جمعنا الدرجات أفقي لكل مجال من المجالات. الآن سأعلق على النتيجة، بس أعطيكم فرصة تجمعوا أفقي بسرعة، بعض الناس ما زالوا يجمعوا. الآن فكروا معي، إذا في درجة من الدرجات برزت أعلى من الدرجات الأخرى، يعني بينها وبين اللي وراها 5 درجات أو أكثر، في أحد حصل معه هذا؟ ناخذ ابننا الكريم، إيش اسمك؟ معاذ. درجتك الأعلى كم؟ 30، والثانية 24، فالفرق واضح. في هذه الحالة يا معاذ أنت انتهيت خلاص، ما تحتاج تسوي معنا أي خطوة أخرى، واضح؟ هذا هو المجال، وخاصة لما تقولي 30 من 30، يعني أنت رغبتك 10 من 10 وفرصتك 10 من 10 وقدرتك 10 من 10، فأنت خلقت لهذا. تمام؟ في هذه الحالة ما يحتاج معاذ أنه يفكر في شيء آخر، ما يحتاج يسوي أي خطوات أخرى لها علاقة بالجدول. إذن قلنا إذا في درجة برزت والباقين بعدها انتهيت وخلاص، انتوا عارفين مجالكم. طيب اذا لم تبرز درجة والدرجات كانت متقاربة، عندي شوية قوانين هنا اكتبوها معي اذا حبيتوا. طيب اذا الدرجات متقاربة، اذا كنتوا دخلتوا الجامعة والدرجات متقاربة لا تغيروا، واضح؟ ما دام الدرجات متقاربه وانتم دخلتوا الجامعه، حرام اللي درسته يروح عليك، فلا تغير. لكن لو افترضنا العكس، مثلا افترضنا معاذ دخل في تخصص واكتشف انه هو المجال اللي يحبه واللي خلق له مجال اخر، والله شاطر انت 5 زين، بعدين استقريت على هذا، تمام. ماذا أقول أنا في هذه الحالة؟ لو الإنسان درس تخصص ثم اكتشف أنه يحب شيء آخر، أو مجموع الدرجة في شيء آخر هو الأعلى، القاعدة والقانون اللي أعطيه إياه هو التالي، إذا تحبوا تكتبوه، هذا لتغيير التخصص. إذا كان الدرجة العالية في تخصص غير دراسته وهو ما زال في أول سنتين في الجامعة، يضحي بهم وينتقل للتخصص الآخر، واضح؟ ما في مانع تضحوا بسنتين وتدرسوا شيء صح، هذا أفضل من أن تكملوا وبعدين تتورطوا وتلتصقوا بمجال ما تحبوه وليس هو الذي خلقتم له. لكن إذا تجاوزتوا سنتين ودخلتوا سنة ثالثة رابعة، فهنا صار عندنا بديل آخر، نقول لا كمل وخذ الشهادة الجامعية وحاول تكمل ماجستير ودكتوراه في المجال اللي يناسبك، لكن لا تضيع. هذا التغيير الكثير أحيانا يضيع من العمر، فما في داعي له. أنا تخرجت هندسة بترول، في النهاية عملت الذي أحب، ما عطلني وجودي في ذاك المجال، الإنسان هو الذي يصنع حياته في النهاية. طيب إذا الإنسان محتار، يعني درجات متقاربة في نفس الوقت هو ممكن يغير بسهولة، الآن متخرج من الثانوية أو في سنة أولى جامعة والتغيير سهل،
فماذا يفعل؟ أمام خيارين، خيار الأول هو أن يختار أعلى درجة، هذا خيار. خيار الثاني إذا أحببتم أن يعمل ما نسميه الندم، درجة الندم أسرعها بسرعة. الندم يحسب كالتالي، هو مجموع الثلاث عواميد الرغبة والفرصة والقدرة بس بطريقة خاصة. نأتي لعمود الرغبة، أعلى درجة في الرغبة كم في هذا النموذج؟ 9. فسأتعامل الآن مع الرقم 9 هو المرجع الذي سأستعمله في الندم. 9 - 9 كم؟ 0. فأعطي الندم 0. في الإدارة 8. احنا المرجع مالنا قلنا كم؟ 9. 9 - 8 كم؟ 1. فيروح للندم درجة 1. 9 - 5 كم؟ 4. شوفوا الرقم الأول في الندم، الرقم الأول في الندم هذا من وين جاء؟ 4 و1 و0 من وين جاءت؟ جاءت من الرغبة. فتسعة هي أعلى درجة في الرغبة، فأنقصها من الأرقام، 9 - 5 تعطيني 4 اللي هو الرقم الأول في النموذج اللي أمامنا، 9 - 8 تعطيني 1، و9 - 9 تعطيني 0. طبقوا هذا على الفرصة، أعلى درجة 9 مرة أخرى، فـ9 - 9 = 0. لاحظوا الوسط في الندم يعطيني 0، ثم 9 - 7 يعطيني بالنسبة للإدارة 2، وهكذا. ثم أجمع الندم، اللي فهم يفهم، اللي ما فهم واللي جنبه ما فهم يرجع لي بعد. بس هذه طريقة أخرى. طيب في النهاية ماذا أختار؟ تختار أقلهم ندما، تختار اللي سبب أقل درجة في الندم. في هذه الحالة توافقت أقل درجة من الندم مع أعلى درجة في المجموع. ليس دائما يحدث هذا، ليس دائما أعلى درجة في الندم أو أقل درجة في الندم هي نفسها اللي أعلى درجة في المجموع، أحيانا لا يكون هذا. فعشان يطمئن الإنسان يعمل تجربة الندم هذه ويختار أقل ندم. واضح؟ فعندنا طبعا اللي ما فهم ما هو مشكلة، اشتغلوا في المجموع فقط وحاولوا تذهبوا لأعلى مجموع أو اللي بعده إذا كان قريب منه. طيب إذا الواحد درجات متعادلة، إذا الدرجات متعادلة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة إذا الدرجات متعادلة سأذهب في الغالب إلى أعلاهم فرصة، إلى الأعلى في الفرصة، لأن في هالحالة ما أحتاج أتعب نفسي كثيرا في إيجاد فرصة أعمل فيها في بعد التخرج. إذا الفرص متساوية سأذهب للرغبة. إذن عندنا سيستم، صار عندنا نظام نختار على أساس التخصص. هذا بالنسبة لعامة الناس، هذا الذي نعلم الشباب. الآن سأعلمكم أنتم شيء خاص جدا، افتحوا صفحة خاصة جديدة فاضية، سأعطيكم 5 معايير أخرى تستعملوها في اختيار تخصصكم. 5 هذه المعايير نستعملها في اختيار التخصص، ونستعملها أيضا في اختيار المشاريع، في اختيار المشاريع. يعني أنا ممكن ألف كتاب، ممكن أسوي برنامج تلفزيوني، ووقتي محدود، يا أعمل هذا يا أعمل هذا، أيهما أختار؟ فسأدرس الرغبة وسأدرس الفرصة للنجاح وسأدرس القدرة، لكني لن أدرس هذه الثلاث معايير. هذه معايير عامة، يمكن بعضكم شافها أو سمعها مني سابقا. الآن سأعطيكم 5 معايير، هذه ما ندرسها إلا للخاصة من أمثالكم، اكتبوها معي لو سمحت. المعيار الرابع بعد الثلاثة هذه هو معيار الانتشار، معيار الانتشار. أنا سأطبق على بعض النماذج اللي أنا عشتها. نأخذ مثال برنامج تلفزيوني أو كتاب، أيهما أكثر انتشارا؟ نعم، ما في مقارنة، أيهما أكثر انتشارا؟ تلفزيون طبعا،
ما في مقارنة. كتاب العربي في المتوسط المبيعات مالته 3000 نسخة بس. إذا وصل يعني درجة عالية من التوزيع كتابي تاريخ فلسطين وصلنا إلى 150,000 نسخة. أقل برنامج تلفزيوني أقل واحد 400,000 مشاهد. هذا أقل شيء. فما في مقارنة بين الكتاب وبين. فإذا كان معياري الانتشار سأبحث عن أو سأركز على برنامج تلفزيوني أكثر. فإذا عندي 3-4 مشاريع أستطيع أن أؤسس شركة تدريب، أستطيع أن أكتب كتاب، أستطيع أن أعمل برنامج تلفزيوني، أستطيع أن أدير قناة فضائية، عندي 5 مشاريع ولازم أختار واحد منها، طبقوا ما أقول. فالانتشار هو أحد المعايير. كم سيستفيد من الأمة من هذا العمل؟ في شيء يستفيد منه 1000، في شيء يستفيد منه 50 واحد، تدريب أعداد قليلة، كتاب أكبر، برنامج تلفزيوني أكثر، قناة فضائية أوف صح؟ فإذا في الانتشار عندي درجات. المعيار الخامس، إذا قلنا المعيار الرابع الانتشار، المعيار الخامس هو الاستمرارية. وأقصد بالاستمرارية هناك أعمال تنتهي بانتهائها، هناك أعمال تستمر بعد انتهائها فترة ثم تموت، وهناك أعمال تخلد صح؟ أعمل محاضرة في مسجد أو أعمل برنامج تلفزيوني أو أعمل كتاب. الآن بالاستمرارية أيهم أقل استمرارية؟ المحاضرة طبعا تنتهي بانتهائها تمام؟ إلا إذا كان مصورة، احنا دخلنا في شيء ثاني، لا دخلنا في تلفزيون، لكن اذا محاضره غير مصوره ففي هذه الحاله معيار الاستمراريه ماذا يقول لي؟ ستنتهي بانتهائها. طيب ايهما يستمر بعدين؟ قلت اعطيتكم 3 امثله، محاضره، برنامج تلفزيوني، كتاب. برنامج تلفزيوني ايهما اكثر استمرارا؟ كتاب العالم ولده المخلد. اكتبوها، ألفوا تخلدوا. إنسان يريد أن يكون له أثر مستمر بعده يؤلف. من الانتقادات الشديدة التي أوجهها لبعض إخواني الدعاة ما شاء الله محبوبين متمكنين معتدلين فكرهم يجب أن ينتشر في الأمة، فأمسكه وهزه أقول له يا أخي اكتب. قال لي دكتور والله مشغول بالتلفزيون مشغول. قلت له قاعد تعمل كلام فاضي، اكتب. كل هذا ينتهي، الكتاب لا ينتهي، يبقى أولادنا تموت وكتبنا لا تموت. كتاب العالم ولده المخلد، فلازم يصير عندكم هم التأليف. فمن معيار الاستمرارية عندنا إذن مقياس نقيس عليه كم سيخلد هذا العمل بعد انتهائه. سويته وخلصت كم يستمر؟ في أشياء تخلد، في أشياء تأخذ سنة، في أشياء 20 سنة، في أشياء يومين، في أشياء في لحظتها تنتهي. قيسوا بهذا المقياس. المعيار الثالث عمق الأثر. المعيار الآن دخلنا السادس، السادس عمق الأثر. أنا الآن أقدم دورة ل أكاديمية إعداد القادة يحضرها 130 شاب وفتاة. أنا أقدر في هذه المدة أكون سجلت برنامج تلفزيوني يشوفوه 300,000. ليش أضيع وقتي مع 130؟ لأن عمق الأثر هنا يختلف عن عمق الأثر في التلفزيون. طيب الآن اختاروا أيهم، رتبوا لي الأنشطة التالية من ناحية عمق الأثر: محاضرة، برنامج تلفزيوني، كتاب، شركة إعلام. خليه أعيدهم: محاضرة، برنامج تلفزيوني، كتاب، وشركة إعلام، وخذوا 5 دورة تدريبية. خلونا نبدأ بالأقل أثراً. أيهم أقل أثراً؟ أقلهم أثر على الإطلاق المحاضرة العامة. لا
لا ضيعوا وقت في المحاضرات العامة كثيرا، ها؟ استمرارها ضعيف وأثرها ضعيف. سويها تبرئة الذمة بس ما نركز عليها، ما نركز عليها، سويها من باب القدوة، نشر الفكر عام كذا، بس حقيقة الأمر في أشياء أهم. طيب إذن أقلها أثر قلنا، بعدين أيه أكثر عمق في تأثير في الناس، برنامج تلفزيوني ولا كتاب؟ طبعا الكتاب أكثر عمق في التأثير. إنسان الكتاب يقرأ يأخذ مدة طويلة ويتأمل فيه، البرنامج التلفزيوني وهو قاعد يتفرج جاء تلفون وكذا واحد شغله، وحتى لو كان ما تأخذ عمق في البرنامج التلفزيوني، حتى الوسطية يعني الله شوي يعطيك شوية عمق، ما في ولا موضوع غطيناه بعمق، ما تقدر. التلفزيون طبيعته ترفيه وليس ثقافة، وثقافة وليس تعليم، وتعليم وليس تدريب، وتدريب وليس تغيير، صح؟ ففي النهاية هذا الكتاب أثر أعمق. طيب أعلى درجات التأثير تأتي من وين في كل الأنشطة التي ذكرناها؟ في التدريب، صح؟ في المعايشة، تدريب، خاصة لما نعيش مع بعض 21 يوم ولا مع الرواد، احنا برنامجنا في الرواد 3 سنوات نشتغل مع بعض تدريب، نفس المجموعة من الشباب ندربهم 3 سنوات، عرفتم؟ فإذا قيسوا عمق الأثر، كم سيؤثر في هذا الإنسان، قد لا يؤثر في أعداد كبيرة لكن في هذا العدد القليل. الآن سوف أخيركم، أغير 200 واحد بعمق ولا 200 مليون تأثير سطحي؟ لاحظتوا الفرق؟ عرفتوا عن إيش قاعد أتكلم لما أتكلم عن عمق الأثر؟ فالذي يريد الانتشار يتكلم عن 200 مليون، الذي يريد عمق الأثر يتكلم عن 200، بس يغير تغيير عميق فيهم. تغيير العميق مهم والانتشار مهم، وذاك حطيت المعيارين، فما نسوي واحد نترك الثاني، كلاهما مهم. طيب إذا أخذنا 6 معايير، الآن سأضيف لهم معيارين، هذين المعيارين ماديين لازم الإنسان يحسبهم عشان يعيش، لكن اللي عنده مصدر رزق مش شرط يحسبه، مش شرط يحسبه. المعيار السابع أو الأول في المعايير المادية، الدخل الشهري. أي هو يدخل لي دخل شهري أكثر من غيره؟ طيب نعطيكم الآن اختيارات، يلا، كتاب أو دورة تدريبية، بس مش للشباب، لموظفين ولا قياديين، أو قلنا كتاب، دورة تدريبية، أو برنامج تلفزيوني، يلا تحلموا. أعلى شيء يعطيك دخل هو الدورة التدريبية، إذا كنت متمكن من التدريب. أعطيكم شوية أرقام، يعني مدربين المحترمين يعني ممكن معدلنا احنا في العالم العربي حوالي بين 15,000 إلى 20,000 دولار في اليوم، تمام؟ برنامج تلفزيوني يعتمد أيضا على شهرتك وكذا، لكن المعدل بين 3,000 إلى 5,000 للمشهورين. طيب كتاب، تعرف كم يعطونا دور النشر اللي ينشروا لنا، كم يعطونا؟ إذا أنت متميز واسم لامع يعطوك 15%، والباقي كله يروح. المبتدئين يعطوهم بين 8 إلى 10%، فاللي عاوز يكتب كتاب يكتبه لله. لا تفكروا بدخل، ما في دخل. المعيار الأخير الملكية، في أشياء تسويها وتملكها، في أشياء تسويها وما تملكها. إذا ألفت كتاب وأعطيته دار نشر، من الذي يملك الكتاب؟ دار النشر وليس أنت، إلا إذا كنت أنت تملك دار النشر، هذا موضوع ثاني، هذا مزية أن يكون إنسان عنده دار نشر خاصة فيه. طيب سويت برنامج تلفزيوني، من الذي يملك حقوق هذا البرنامج؟ يقدر يبيعه 2 أو 3 ويسوي منه CDs وكذا، من؟ المنتج، سواء القناة أو شركة إنتاج وكذا، في النهاية المنتج هو الذي يملك حقوقه. طيب
إذا سويت دورة تدريبية من الذي يملكها؟ ما حد يملكها. قدمتها ومشيت، من اللي يملكها؟ ما في شيء تملكه هنا في النهاية، ما في شيء تملكه. احفظوا هذا القانون يا شباب، الملكية أهم من الدخل. فكروا في الملكية أكثر مما تفكروا في الدخل. علموني في الغرب مثل غربي في هذه القاعدة، يقول 1% ownership is better than 100% management. تملك ولو 1% أحسن ما تكون مدير 100% ولا تملك شيء. في بعض المدراء الكبار لا يملك ولا شيء في الشركة التي يديرها، مسكين هذا مضيع وقته. املكوا، حطوا من شروط عملكم الملكية، الملكية أهم من الدخل. أنا قاعد أعطيكم قوانين رئيسية في الحياة. طيب، لأن الملكية تورثها لأولادك والدخل ينقطع بموتك، صح؟ والمساكين الموظفين لا دخل ولا ملكية. إيش حتورث لأولادك بعدين؟ Thank you.